نانسي عجرم بزيارة مفاجئة إلى مغوار بالجيش اللبناني في المستشفى وتعلق بتأثر اليوم ترك الدنيا. بديت مواسم عز والفوج بعد الفوج أرضك سمايا. كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن صورة توثق زيارة كانت فاجأت بها مغوار بالجيش اللبناني يدعى توني، وذلك بعد وفاته متأثرا بإصابته وكان يعاني منها منذ سنوات. ونشرت نانسي الصورة على حسابها الخاص عبر موقع إكس، وذلك بالتزامن مع وصولها خبر وفاة توني، حيث كتبت تعليقا مؤثرا قالت فيه: من سنة على الأد بيوصلني رسالة بتقول في مغوار بالجيش اللبناني اسمه توني انصاب بمعركة نهر البارد، ومن وقتها عم بيعاني من إصابته المزمنة بالمستشفى. توني قرب عيده وعنده أمنية وحدة، بده يشوفك. آه يا عشاق بيروت القدامى. وأضافت نانسي: ما ترددت لحظة، نزلت لعنده، تعرفت عليه وعبطولاته، شفت القوة بعيونه رغم أوجاعه. توني ضحى بحاله كرمال وطنه وفخور باللي عمله، مثله مثل كل بطل بالجيش اللبناني مستعد للمستحيل دفاعا عن هالأرض. وختمت تعليقها قائلة: اليوم وبعد سنة عرفت انه توني ترك هالدنيا وانتقل لمحل أفضل بكتير، رح تبقى كل كلمة قلت لي إياها بقلبي ومن كل قلبي عم صلي لك. غنيت على كتير مسارح وبرمت العالم. وتفاعل كثير من المتابعين مع مبادرة نانسي هذه، إذ أثنوا على إنسانيتها، وكان من التعليقات: دايماً تعمل خير وما تقول عليه، وما في مثل طيبة قلبك بالدنيا، ويسعد لي قلبك الطيب يا أحلى نانسي، ربي يحمي كل إخواننا بلبنان. من ناحية أخرى، كانت شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخراً مع جمهورها ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة جمعتها بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وبناتها ميلا وإلا وليا. وظهرت نانسي مع عائلتها بين أحضان الطبيعة، حيث ظهروا وهم يحتضنون بعضهم البعض، ووجهت رسالة مؤثرة تزامناً مع الوضع الصعب الذي يمر به لبنان حالياً. وأرفقت نانسي الصورة بتعليق باللغة الإنجليزية قالت فيه بما معناه: في أحضان العائلة نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة، لبنان حبنا لك لا يتزعزع.